هذا المؤتمر بيقوم على محورين. المحور الأول وهو عرض للمعلومات التي تحصلت عنها بها اللجنة. هنبدأ بعرض الملف من خلال البريزنتيشن الذي سيتفضل أمين عام اللجنة بعرض ملخص له، ثم بعد قراءة الملخص سأوالي مناقشة ما تم الحصول عليه من مستندات أو الحصول عليه من مستندات بالنسبة لهذا الملف. بعض المستندات هنبين لحضراتكم، بعض المستندات التي تبين أن جماعة الإخوان هي التي كانت تدير حكم البلاد بالفعل وقت تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية. مستند خاص بمحاضر الاجتماعات التنسيقية بين الجماعة والحزب وجدول أعمال الاجتماع. مقترحات فريد إسماعيل عبد الحليم، ده أحد قيادات الجماعة بالقرارات، ده مقترح من فريد إسماعيل عبد الحليم بالقرارات التي يتعين على رئيس الجمهورية إصدارها في ذلك الوقت لإقالة النائب العام وتغيير قيادات الأمن الوطني ورئيس جهاز الكسب غير المشروع قبل 6 أكتوبر. محضر اجتماع تنسيق آخر معد بمعرفة الجماعة بين المحافظات بحضور جميع نواب المحافظين. هذا الاجتماع تم بتاريخ بجميع نواب المحافظين بمكتب الإرشاد بتاريخ 3/11/2012.